مشاهدي محمد بريس، اهلا وسهلا بكم في خبر الساعه. يتمنى المدرب بن هاشم لا يزال يمارس مهامه، ومساله اقالته تاتي بعد اجتماع للمكتب المسير وتشاورات ونقاشات في الموضوع. اذا قال السيد هشام يتمنى رئيس نادي الشباب المحمديه لكره القدم في اتصال هاتفي ربطته به محمد بريس قبل قليل ان المدرب امين بن هاشم لا يزال الى غايه اليوم بل وهذه الايام مدربا لشباب المحمدية، ويصعب في الوقت الراهن تغييره إلى حين إيجاد مدرب آخر. وقال السيد هشام أيتمنى أن مسألة تغيير أو إقالة المدرب بن هاشم قرار ليس بيدي وحدي، وإنما قرار يتخذه المكتب المسير بأجمعه بعد مناقشات وتحليلات ودراسات. وأوضح السيد هشام أيتمنى أن المدرب بن هاشم ذلك الإنسان المتخلق والصبور. قال لي قبل 3 أشهر بالحرف سي هشام إلى بغيتي نمشي وحتى بدون تعويضات أو أي شيء ألف مرحبا. وطلب السيد هشام يتمنى من الجماهير الشبابية بمزيد من الصبر والتشجيع للفريق، وأن مفاجآت تلوح في الأفق وأننا باقون في قسمنا الأول شاء من شاء وكره من كره. وقائلا أيضا ألفتم في الجدية والتضحية والحب للفريق، فمعا سنحقق النتائج الحسنة التي تطمحون إليها، وسفينة الشباب لن ترجع إلى الوراء بفضلكم والمكتب المسير الذي أقوده بكل مسؤولية والتزام.